قصة أغرب من الخيال، والصعيب شي حد أنه يصدقها، خصوصا وسط مجتمعنا المحافظ الإسلامي. صاحبة القصة كتقول بلي أنه صعيب عليا نعود لك الأحداث ديال قصتي، من الناحية الأولى لأنها مليئة بالجرأة والأحداث، ومن الناحية الثانية بها تفاصيل لهم كثار اللي أنا مضطرة أنني نختصرهم باش نعطيكم العبر وبالمختصر المفيد. وفوق هاد الشي أنا محتاجة أنني نحكي ونخوي داكشي اللي في قلبي. سلام سلام ومرحبا بكم على القناة ديالنا. سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانية. غتصبروا معايا هاد الايام في الديكور اللي غادي يكون مورايا، كل خطرة غيكون ديكور في شكل تو سامبلومون، حيتاش انا حاليا ما كايناش في الدار ديالي، او بالاحرى انا جيت المغرب. وكدائما وابدا شكرا على كلماتكم الطيبة في التعاليق، وشكرا لانكم كتدعموا هاد المحتوى باش انا يزيد القدام. وليكن في علمكم بلي هاد القناة ما غادية الا بالفضل ديالكم، من بعد الفضل ديال مولانا. فخلينا من الهضره الكثيره وشنو بان لكم لنبدا. كاسم مستعار لصاحبه القصه جيهان، كتقول جيهان غادي نبدا لكم من البدايه. عشت وسط واحد العائله اللي هي محافظه بزاف، الام ديالي كانت كتخاف عليا بزاف، او بمعنى اخر كنت الضوء ديال عينيها، حيت انا هي البنت الوحيده وسط خوتي الدراري بزوج. فالام ديالي كانت محافظه عليا بزاف، ربتني على مبادئ وعلى اخلاق، وحتى من المراهقه قدرت انني ندوزها باحترام، لدرجه انه الناس وبكل تواضع كانوا كيضربوا بيا المثال باخلاقي. فهاد المرحله بالضبط اللي هي المراهقه واللي كانت عندي فيها 17 سنه، غادي نتعرف على واحد الرجل اللي كبر مني ب 20 سنه، غادي يدور معايا وغادي يشري ليا تليفون وغادي يجي يخطبني. هاد المرحله جاتني على الزواج، جاتني على انني ندير الحنه وندير المكياج. فخوتي وماما والعائله كانوا رافضين وما كانوش مقتنعين بهذا الامر. غادي نبقى مع ماما ونقول ليها بلي انه عنده دار وخدام، وفي الاخير غادي تسلم وغادي تقول لي تحملي مسؤوليتك، علما انها عارفه بلي انه هذا الانسان ولد عائله معروفه وبلي هو من قبيله صعيبه وكل شيء عارفهم. غادي نقول ليها بلي ما تخافيش، وغادي ناكد ليها بلي انه هو اللي بغيت، غادي نتوج به، والكارثه غادي تبدا من بعد الزواج. انني غادي نعيش مع دوك الناس اللي هما عائلته واللي كانوا صعاب لاقصى درجه ما تقدروش تخيلوها. فما كيهموش التفاصيل، المهم بالمختصر المفيد، انا عشت في وسط هادئ وبعيد على المشاكل، ما كنعرفش نجاوب على حقي، ما كنفهمش المعاني، وما كنعرفش ندافع على راسي. اي واحد دار لي شي حاجه كنبدا نمشي نبكي في شي ركنه بوحدي. دازو بزاف ديال التفاصيل اللي ما قدرتش نستحملهم، لا من جهه عائلته وحتى من جهته هو، لانه ما كانش في جنبي ولا سندي. من بعد غادي نحمل بولدي وغادي يدوز عام وغادي توقع معاهم مشاكل كثار، في الاخير طلقنا. غادي نخرج من عندهم بدون عيب ولا انني ناذيهم، هزيت ساكي ولدي ومشيت فحالي. منين جيت لدارنا ما لامونيش وفرحوا بيا وقالوا لي راحتك وسلامتك هي اكثر حاجه كتهمنا، تهلاو فيا وفي ولدي. وغادي نعيش مع دارنا 5 سنين اللي فيها امي وخويا. بابا اذا ما كنتش كندوي عليه بزاف حيتاش كان مطلق مع ماما وكان مزوج بمراه واحده اخرى. في ديك 5 سنين وانا عندهم قريت لانفورماتيك، قريت الطبخ، والصراحه ديك المده وانا معاهم كنت عايشه مزيان وكنت بخير. من بعد هاد السنوات غادي يخطبني واحد الراجل، علما انه في هاد السنوات اللي دازو كان خطبني شحال من واحد، ولكن كنت دائما كنرفض لاسباب تافهه، حتى جا هاد الخطيب الاخير وبقيت كنقول مع راسي علاش غنبقى كنرفض، اجي نعطي فرصه لراسي، ربما يكون مزيان، اجي نستر راسي ونكمل حياتي معاه. واخا ما كنتش كنبغيه، خصوصا انه كان بيناتنا الدم، حيت عائلته من القرابه ديال ماما ومولفه انني نسمع ليه غير الخبار الزوينه، وهذا الشيء اللي غادي يشجعني باش انني نقبل. تخطبنا واحد الخطوبه اللي بالنسبه ليا كانت مكفسه بدون حب ولا مشاعر، كان تيصيفط لي رسائل باسلين وكان تافه وما كيعجبنيش نهائيا. ورغم ذلك تنقول نصبر، كان الله يعمرها دار. المهم كنت غير كنصبر راسي وصاف. غادي نتزوج به، وتخيلوا ما حسيتش بالفرحه نتاع الزواج. تزوجت وغادي نوي نيه حسنه وخير في هذه الحياه الزوجيه الجديده. بديت كنفرش داري وعائلتي بداو كيعاونوني فيها، جيت مستعده للاستقرار وليت كنشوفو كيتعامل معايا مزيان، وعلاقتنا كانت عاديه، المهم كانت خاليه من المشاكل وما كانش كيغوت عليا. عائلته كان الله يعمرها دار. غادي ندوز واحد المده ماشي بزاف، غادي نشوف بلي انه بيسكو كلشي مزيان وعلاقتي معاه مزيانه، غادي نقول علاش ما نحمل. فعلا حملت، وفي الفتره نتاع الوحم ديالي غادي نكتشف رسائل غريبين في التليفون ديالو، ماشي رسائل مع بنات، ولكن طمه الكبرى انه كانوا رسائل مع شباب شاذين، رسائل
تيقوني كانت مخلة للحياة وماشي مع واحد أو لا زوج. تصدمت ودارت بيا الدنيا، غادي نسكت وغادي نفضل أنني ما نقولها لحتى شي حد وما نقولهاش ليه، حيتاش ما كنتش مستعدة نهائيا أنني نخسر حتى في هاد العلاقة. وأنا يلا استقريت وحاملة، علما أنني معروف عليا إنسانة صبارة بزاف، ما غاديش نبين ليه، ولكن تأزمت نفسيا وبزاف. من بعد غادي نولد ولدي وغادي نلقاه تيقترح عليا اقتراحات غريبين وما كيدخلوش للدماغ. سمحوا لي ما غاديش نهضر بالتفاصيل اكثر، ولكن غير غادي نعطي صوره وانتم تبارك الله راكم غتكملوا من عقلكم. بحال مثلا انه كان كيقترح عليا بلي ندخن معاه السيجاره، اولا كيقول لي هاكي شاركيني شرب الخمر، وزيد وزيد وزيد. وكل مره كان تيجرني غير بشويه الاقتراحات وحد اخرين اللي ما كنقدرش نشاركهم معكم. وانا كنت كناخذ هاد الامور بالضحك، ومره كنت كنتقلق عليه، ومره كنقول لا راه هذا غير شاد فيا. واخا هكاك كيبقى يعاود نفس التصرفات وكيفرضهم عليا، وطبيعة الحال كنت كنرفض. وهذا الشيء كان كيأثر عليا، ولكن كنت صابره عليه وما كنتش نقول هذا الشيء لشي حد. العائله كانت كتشوفنا من الخارج كمظهر اننا متفاهمين، وكنبانوا لهم بلي اننا كوبل مثاليين وزوينين. حتى من الام ديالي عمرني قلت لها بلي انه راه ما تيصلي ما تيصوم وما عنده حتى شي علاقه بالدين نهائيا. انا تنقول لها غير راه انسان مزيان، وهو فعلا كان مزيان من ناحيه، اما من ناحيه واحده اخرى كان تيلعب على اعصابي وعلى نفسيتي. المهم جا الوقت فاش انه ماما غادي تموت، وبواحد السرعه خياليه وغادي يوقف معايا فيها. كانت ايام صعيبه لانه كانت كتربطني بها علاقه في شكل كانت هي السند وكانت هي كل شيء. من بعد 4 شهور غادي تبدا المشاكل بيناتنا. فالام ديالي قبل ما غادي توفى غادي توصي خوتي باش انهم يكتبوا لي الدار التحتانيه اللي كانت هي ساكنه فيها، وهما كان كل واحد والطبقه ديالو واخده. فعلا غادي يكتبوها ليا. في ديك الفتره الزوج ديالي غادي يفكر باش انه يدير شي مشروع، واي حاجه حط فيها يديه يا سبحان الله ما كتصدقش ليه. وهو كان دائما مستمر بلي انه يضغط عليا بدوك الفعايل، وانا كنرفض وعمرني بغيته كشخص، لان العقليه ديالو كانت فاسده وكان بعيد على مولانا وامور وحده اخرين. ما كنتش باغيه انني حتى نفكر في الطلاق، وفي نفس الوقت ما قداش على النظره نتاع المجتمع اللي غادي تقول بلي هاد الانسانه تلقات زوج ديال المرات، دونك راه المشكل فيها. المجتمع ما غاديش يرحمني، وتحد ما غادي يفهم مناش عانيت او شنو كان عاني. من بعد تخيلوا اشنو غادي يقترح ليا. مع كل احتراماتي غادي يقول ليا بلي نقاد ليك الفيزا وتمشي عند واحد الصديق ديالي في الخارج ويقاد ليك شي كونطرا وشي تخربيقات، ولكن الشرط الاساسي باش انه يقاد لي هاد الامور كامله اننا غادي خصنا نخلصوه بواحد الامر اللي هو فاحش وغادي يكون من جهتي انا بدون ذكر التفاصيل. غوت عليه، تعصبت وما صدقتش هذا المستوى، وهنا فين بدات كتخلعني هذه العلاقه اللي ربطتني معاه. غادي نرفض، واخا هكاك غادي يبدا يدير ليا بزاف ديال المغريات بولادي وبالمال الى ما اخره. وقلت ليه بلي انه نقبل على كل شيء الا الحرام، ما عمرني ما غادي نقبله، عشت شريفه وغادي نموت شريفه. وانا وسط المعاناه كنت كنطلب الله باش انه يدير ليا شي حل، ولا تجيني واحد الحاله اللي هي هيستيريا لدرجه انه كنت فيها كنخبط راسي مع الحيط بسبب شي امور اللي كان كيطلبهم مني واللي ما نقدرش نديرهم، واللي ما يقدرش يقبل عليهم شي زوج على الزوجه ديالو. عييت ما نصبر، عييت ما نميك عليه وكنتقلق عليه، ولكن والو. عييت ما نقول ليه انا ماشي من هذا النوع وبلي تربيتي بعيدة على هاد الشي. عييت ما نقول ليه إلا المبادئ ديالي. للأسف ما كانش كيسمع هاد الكلام أو لا حتى أنه يتأثر به. كنت كنقول ليه حاول تستغفر الله، وما كانش كيعجبو الحال وما كيرضاش. واحد بنت خالتي اللي كيجيها هو عمها قالت لي بلي أنه كان كيتحرش بها وكيصيفط لها رسائل غير أخلاقية. كل مرة غادي نكتشف شيء غريب من هاد الإنسان، شيء أو بالأحرى أشياء اليوم مليئين بالمحرمات. مؤخرا تخيلوا شنو غادي يدير لي هذا الزوج. غادي يبقى يهددني يا اما انني نفذ داكشي اللي كيطلب مني من المحرمات مع الغير، او لا غادي يطلقني. وكيف قلت لكم انا بدوري لما كنسمع الطلاق كنت كنتخلع ونتفكر بلي انه راه امي ما بقاتش لي في الحياه، ومانيش بنت تماره اللي كتخرج تخدم او لا مولفه على الخدمه. وليداتي كيفاش غادي ندير لهم؟ كان تيبان لي هذا الامر صعيب بزاف وما كنقدرش عليه، وبلي انني ما نقدرش عليه وما نقدرش نخرج منه. حتى لواحد النهار غادي نصلي صلاه الاستخاره المرتين اللي كانوا متفرقين. من بعد غادي نمشي عند واحد خالتي، وانا ما كنتش دايره في بالي نهائيا باش انني نمشي نعاود لها شي حاجه، لا فاش ولا كيفاش كنعيش.
حيتاش ببساطة ما عنديش هاد الجرأة، حيتاش كنخاف أنهم يضغطوا عليا باش أنني نطلق منه، وأنا ما قدراش نتحمل المسؤوليات بوحدي. فإذا به كنلقى راسي أنني كنعود ليها وبلا ما نحس، بشوية بشوية، حتى غادي تنهار وغادي تتعاطف معي وتشجعني باش أنني نبعد عليه، وبلي أنني راني عايشة مع كافر وحرام عليا العيشة معاه وحتى الماكلة معاه، وبلي بإمكاني أنني نجي نعيش معاها هي وخوالي، وما غاديش يتخلوا عليا. اي حاجه خصتني غيحضروها ليا. قالت لي بلي ما يخصك حتى شي خير معانا، وبلي كل شي غادي يعاونني، وبلي خصني غير نرفض ديك الحاله فاش انا. وفي هاد اللحظات بديت كنفيق وغادي نبدا نتشجع، وبديت كنامن بهذه الفكره ديال الطلاق، وهنا في بدات كتنزل عليا نوعا ما واحد الطمانينه. غادي تطلب مني خالتي باش انني ندير شي تسجيل اللي فيه كيثبت كاع داك الكلام والمتطلبات اللي كيطلب مني. فعلا سجلته وبقى عندي. انا حاليا عند خويا وهو من طرفه رفض الطلاق، ولما قلت لي بلي انه عندي شي تسجيلات ديالك غادي يهددني بواحد الفعله اللي كان مخطط ليا ليها. غادي يقول لي بلي انه حتى انا عندي سكرينات ديال الجمعه ديالك مع الرجال، لما غادي نطلب منه انه يصيفطهم ليا باش نتيقن، غادي نلقى بلي انه كيجمع مع الرجال بالاسم ديالي وفي التليفون ديالي على اساس انني انا كنبيع راسي ليهم. واعتذر على هذا المستوى، ولكن هذه هي الحقيقه. واللي خلاه يدير هذا الفعيل هو انه واحد النهار كنت كنعقل انني قلت ليه بلي انه شي نهار غادي نوض نسجلك على هذا الشيء اللي كدير معايا، هو ياخذ هذه الجمله بعين الاعتبار وغادي يبدا يستعمل تليفوني في هذه الخطه. دابا حاليا انا هاد التسجيلات اللي عندي ما غاديش ندفعهم للمحكمه نهائيا، حيت اذا دفعته غادي يطيحني في الفخ ديالو، وانا عندي معاه ولد، ما بغيتش ندخل في شي معمعه صعيبه عليا. انا عارفه ومتيقنه 1000% بلي انه مريض نفسانيا، غادي نحاول معاه بالتي هي احسن، وغادي نطلب منه اننا نطلقوا حبيا ويعطيني واحد البركه من الفلوس تحق ليا ونضمن ولدي. ولكن هو معاندني ورفض الطلاق، وانا صراحه بغيت غير نتفك منه، ولكن خوالي رافضين وتيقولوا لي بلي انه خصنا ندعيو على النفقه وعلى الحق ديالي الى ما غير ذلك. المهم في الاخير اتفقنا على مبلغ شهري اللي غادي يبدا يعطيه ليا. نزيدكم، عمرني فكرت او لا حتى فضحت هذا الانسان من غير مع افراد جد قلال من العائله اللي كنت محتاجه الاراء ديالهم، ولكن هو بدوره غادي يمشي يخرج عليا اشاعات وأبشع القصص اللي يمكن لكم تخيلوا عند العائلة ديالو، ويشوه بالصورة ديالي بأمور ما كيناش. عن دوري أنا فوت أمري لله وهزيت هاد الابتلاء في كفوفي من الأرض ورفعته لرب السماوات والأرض، هو اللي غادي يتولاه. أنا عاد بديت كنفيق بلي أنني كنت عايشة مع إبليس، حيث هو الشخص الوحيد اللي كيعشق الكبائر والمعاصي. هذا قدري وما عندي ما ندير. أنا اليوم عايشة مع خالتي، ولكن أصبحت إنسانة مدمرة داخليا وخايفة وما عارفاش باش نبدا ولا باش نأخر. أنا إنسانة ما كتعرفش في الحياة بزاف ومنعزلة، وكنعرف غير الدار وولادي. أنا إنسانة بسيطة وما نكذبش عليكم، جميلة، ولكن اللي جات يدمرني، وهذا المشكل خلاني أنني نفقد الثقة في راسي ونبدا نتسائل علاش أنا وعلاش هذا النوع نتاع القدر. طلبي الآن طلبوا معي الله باش أنه هذا الإنسان يبعد عليا ويخليني في سلام، لأنني كنت عايشة مدفونة وعييت من هذه الحالة. وهذه هي كانت قصة حلقتنا اليوم، قصة جيهان اللي تزوجت وهي مراهقة في زواجها الأول اللي كان خاطئ منذ البداية بإنسان كبر منها بعشرين سنة، وبمجرد أنها كانت محتاجة تجرب أشنا هو الزواج ولا تجرب الحنة ولا بزاف ديال الأمور، خلاها تطيح في هذا الغلط، زربات على راسها وما حطاتش الدبلومات فوق كتافها. من بعدها غادي تزوج للمرة الثانية بإنسان شاد وفاسد وغير مؤمن، وقصة جيهان منها بزاف ولكن بتفاصيل مختلفة. ما كتعجبكمش انكم في التعاليق تهبطوا ترفعوا لها المعنويات، تشكروها لانها شاركت معنا القصة ديالها وبحث لنا بامور اللي هما جريئين واللي يمكن يستفدوا منهم المراهقات وحتى الامهات. وتيقوني باللي انني دائما كنقرا التعاليق ديالكم، واذا ما كنتش كنجاوبكم ما كيقدنيش الوقت باش انني نجاوب كل واحد، ولكن كنعرف الناس اللي ديما هما اكتيف عندي في التعاليق. وما تنسونيش كدائما وابدا انكم تدعموا القناه ديالكم بالضغط على سر الاعجاب لتحت وتخليوا لي تعليق كدائما وابدا، واخا غير نقطه فهذا كيخليني وكيشجعني باش انني نزيد اكثر، وبلي هذا المحتوى يوصل لواحد الشريحه كبيرة من المجتمع ديالنا ونوعي به مراهقات وشابات وحتى جميع الفئات. شكرا لكم، شكرا على الوقت ديالكم اللي خديتوه باش انكم تسمعوا لهذه القصة ولهذه العبرة، ونتلاقاو في حلقة مقبلة، وسلام.
سلام.